كوكو لي في، مرحبا بكم معايا مره اخرى في لاشين ديالي ليدي سوريا. جيت لكم فيديو جديد ما روتين كابيلير اكطوييل. فريمون استعملت بوكو دو برودوي يعني كابيلير، و كاين اللي عجبني كاين اللي ما عجبنيش. فغنبدا اول حاجه باللي ما عجبنيش، كاين هذا ديال فارمازي نصيب نتوما، فريمون لا علاقه له بالثوم لان الريحه ديالو سواقيه بلا قياس، وما فيه حتى شي يعني شي حاجه، يعني فريمون شي حاجه اللي غير غادي تغسلي بها شعرك وصافي، تنقي لك شعرك من الوسخ كيف ما كنقولوا. من غير هكا ما كاين والو، يعني برودوي ما نافع والو سوى انك غتغسلي به شعرك فوالا من الوسخ تو سامبلومون. يعني ما كاين لا رطوبه لا ما، يعني حتى شي نتيجه ما غادي تحصلي عليها ابار انك غتغسلي شعرك فوالا. فما كنصحكمش لي فيناكم تاخذوا هذا البرودوي هذا من فارمازي، راه معروف فارمازي سي فري لي بري ديالو رخيص بزاف، مي الكاليتي تحتها هي ما كايناش. يعني انا اللي فاجئني هو اننا قلت مع راسي في ريحه الثومه يعني غادي نصيب من ثومه باردون، يعني غادي تكون الريحه ديالو ريحه الثومه يعني قويه باينه، مي فريمون تفاجئت انه ما كاينش الاثار نهائيا ديال الثومه في هذا البرودوي هذا. وزيد على ذلك انه ريحته ما عجبتنيش، لانه جاب لي الله بحال كان يعني سواقيه، الريحه سواقيه بزاف وما ما عجبتنيش. ما ندمتش عليه باسكو الثمن ديالو سي فغي رخيص بلا قياس وصافي. ما نعرفش ناخذو سي سيغ سيغتان فارمازي راه موجود ومعروف في لي كاتالوغ ديال فارمازي بيان سور. فهذا بيان سور ما غاديش نعرف ناخذو سي كلير انات. كاين برودوي لاخر ديال شوارزكوف ديال بي سي بوناكور، بي سي بوناكور هذا فريمون لي في توب 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 مزيان بزاف. كنصحكم انكم تاخذوا الماسك ديرينو على هاد ديرينو بهذا الشكل هذا، يعني بومب يعني بحال هكا، يعني بومب يعني ساهل في الاستعمال، فريمون توب فريمون توب لي في. انا بعدا كنا شخصيا غادي نعاود ناخذ هاد الشامبوان والماسك ديالو ديال بي سي بوناكور ديال شوارزكوف، فريمون مزيان. اللي عندها شعرها ناشف بحال شعري، اللي عندها شعرها مقرض بحال شعري، فما عليها غير بهاد لاكام هادي ديال بي سي بوناكور ديال شوارزكوف، فريمون مزيانه. سي فري البري شويه ماشي مغاليش بزاف، بون يعني انا خديتهم بجوج يمكن ب 150 160 هكا يمكن بجوج. الى دا كيستي كتنفعني يعني خليتهم بهذا البري هذا. ففريمون كنصحكم بهاد بي سي بوناكور ديال فارما ديال شوارزكوف باردون، فريمون توب. هادشي اللي نقدر نقول عليه لانه سورتو اللي شعرها بحال شعري يعني مقرض مضرر يعني جاف، ففريمون هذا مزيان مزيان بزاف. شي نقدر نقول لكم عليه غادي ينفعكم بزاف، غادي يرطب لكم الشعر، غادي الى عندكم هذوك لي شوفو بيبي غادي يرقدهم، يعني فريمون مزيان. انا شخصيا اقتنعت بيه بزاف وغادي نعاود ناخذو سي كلير انات. فوالا البرودوي لاخر اللي خديتو اللي كنستعملو دابا حاليا اللي هو فريمون خلاني نعاود ناخذو مره اخرى هاد الشامبوان ديال هير اكس دو شي اوريفلام. شغادي نقول لكم ماكس الماسك ديالو حتى هو، وهادو باقي جداد باقي ما استعملتهمش حيت سالاني الاخرين سالاني الاخرين وعاود خديتهم بيان سور. فريمون التكستور ديال هذا اللي فيه هذا باقي جديد بيان سور ما استعملتوش، مي الاخر اللي استعملتو اللي تقاد علي فريمون توب. التكستور يعني كريمي وزوينه، يعني واحد شغادي نقول لكم كيخلي الشعر حتى هو مضرر اللي مقرض واللي ناشف حتى هو واللي ما مغديش، فريمون انا عليها غير بهاد هير اكس ديال اوريفلام. فريمون انا ما كنتش كنثق بزاف في لا مارك اوريفلام سورتو في هاد لي برودوي كابيلير، مي فريمون دابا اقتنعت ان هاد البرودوي سورتو هذا هاد لا غام هادي ديال هير اكس فريمون توب توب. فخديت معاها حتى هاد هذا باقي عندي ما عاودتش خديتو لان باقي واحد شويه، مي غادي تقاد عليه بيان سور غادي نعاود ناخذو. هذا السيروم ديالو سيروم فريمون مزيان مزيان، الا لاحظتوا راه مابقاش بزاف غادي خصني نعاود ناخذو بيان سور. كنصحكم انكم تاخذوا لي في هاد لاكام ديال هير اكس ديال اوريفلام، فريمون مزيانه. سورتو كنهضر على البنات اللي عندهم شعرهم ناشف، اللي عندهم شعرهم مقرض، اللي شعرهم فريمون مضرر بزاف، وسورتو في هاد الصيف يعني البنات اللي كيعوموا في لابيسين ولا البحر يعني شاك جو خصهم يعني الماء الماء بزاف للشعر، يعني من الاحسن اللي فيه انكم تاخذوا معكم هاد لاكام في هاد الصيف هذا، لانها
يعني جان نقول لكم اون تيوري فوالا فريمون توب فريمون توب فوالا كنصحكم انكم تاخذوا هاد لاكام ديال هير اكس دو شي اوريفلام فوالا هادو هما لي برودوي كابيلير اكطويال مي برودوي كابيلير اكطويال هاد اللي كنستعمل حاليا كنتمنى يكونوا تكونوا باردون استفدتوا ولو القليل القليل وتاخذوا بعين الاعتبار اللي عجبني واللي ما عجبنيش كاين فيكم اللي غادي يوافقوا لي برودوي اللي ما عجبونيش كاين اللي ما غيوافقوش مي لي في لي في منها استعملت شي برودوي من هاد لي برودوي اللي استعملت انا كابيلير ما فيها باس دير بوس فير وتكتب لي كومونتير كوم سا نبارطاجيو لي يعني لي زافي ديالنا ولي يعني النصائح نتبادلوها ونشاركوها جميع فوالا كنتمنى هذا الفيديو هذا ينال اعجابكم لي في مي برودوي كابيلير اكطويال ما روتين كابيلير اكطويال الوغ كنتمنى يكون عجبكم استفدتم ولو القليل كنتمنى نتلاقى معكم بيان سور فرصة لاحقة فيديو قادم ان شاء الله غنكون روسيت ميزون لان كتير اللي كيحبوا لي روسيت ميزون ديال لاشين ديالي اكيد غادي ندير لكم بيان سور لي روسيت ميزون يعني سواء للشعر سواء للوجه سواء للكور كله ان شاء الله غادي نكمل لكم بيان سور سلسله ديال وصفات طبيعيه اولا روسيت ميزون فوالا ما نطولش عليكم بلا 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 كنتمنى يكون نال اعجابكم الفيديو بيزو باي ا تري بيانتو. Thank you.